لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعليه وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا كريمنا مولانا محمد معدن الجود والكرم عليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحمن بھائی سب کو بھی مجلس کو بلاؤ کون کون ہے وہاں ہاں سب بھی وإلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومنجينا ومرشدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرة بل بن بلقان بن لباس خضر نبي عليه السلام وإلى حضرة الياس نبي عليه السلام وإلى حضرة كل جميع الأنبياء والمرسلين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرة أصحاب البدرين والأهدين والهنينين الخيبرين والتبوكين الصابهين الخندقين القرامات وإلى حضرة خلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وإلى حضرة سيدنا عمر بن الخطاب وإلى حضرة سيدنا عثمان بن عفان وإلى حضرة سيدنا مولى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم
وإلى حضرتي حسن الحسين وإلى حضرتي حمزة والعباس وإلى حضرت سائر صحابة الكرام كلهم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرتي محبوب سبحاني مشوق رحماني قطب الرباني غزي سمداني وخنديل نوراني الشيخ عبد القادر جيلاني قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرتي سلطان الحارثين مرهان العاشقين أحمد الكبير رفاقي 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 وإلى حضرتي سلطان الهند غريب نواز خواجة معين الدين الجست الأجمير سنجد حسني وإلى حضرتي بابا فخر الدين السيار وإلى حضرتي نظام الدين ولي الله الجلي وإلى حضرتي قطب الدين بختيار تهكي وإلى حضرتي الصابر بيا تلير وإلى حضرتي جميل أولياء أجمير جميع شهداء الأجمير وإلى حضرتي غزا خلاص وإلى حضرتي تاج الأولياء غمد البدوي وإلى حضرتي زنيد البغدادي وإلى حضرتي إمامنا أبو حنيف وإلى حضرتي إمامنا الشافعي وإلى حضرتي إمامنا حنبلي وإلى حضرتي إمامنا مالك رضي الله عنهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرتي كتب السلطان كتب الزمان سيد الشهيد عيسى المجيد سيد إبراهيم بادشاه الوادين وإلى حضرت كتبنا كتب سيد أبو طاهر الوادين ويا حضرت أمير عباس منتري الوادي وإلى حضرتنا إبراهيم الوادي وإلى حضرتي نور الدين الوادي وإلى حضرتي قمر الدين الوادي وإلى حضرتي شمس الدين الوادي وإلى حضرتي عبد الحكيم الوادي وإلى حضرتي جعفر الصادق الوادي وإلى حضرتي يوسف الوادي وإلى حضرتي جميع الشهداء الأرواح
وإلى حضرت سيداتنا سارة بيبي رضي الله عنها وإلى حضرت صفورة بيبي وإلى حضرت منواتي بيبي وإلى حضرت غلسل بيبي وإلى حضرت فاطمة بيبي وإلى حضرت رابية بيبي وإلى حضرت محمودة بيبي وإلى حضرت جيلاني ما بيبي وإلى حضرت فاطمة الزهراء وإلى حضرت خديجة الكبرى بيبي رضي الله عنهم وإلى حضرة الشهداء والأرواح رضوان الله تعالى عنهم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرتي طريقة سلسلة الخاطرية رفاهية سورة وردية كبرى بيا حسادية كلندرية ستارية جستية نقشبندية نبتانية ودانية شادلية والتراهيك كلهم مجمعين ولا حضرت قاسم الله اللكشديب ولا حضرت صالح المولى ولا حضرت الشيخ بطيكار ولا حضرت سيد التاج العلماء ولا حضرت شيخنا شمس العلماء ولا حضرت جبار مستان ولا حضرت سيد سارور باب ولي الله ولا حضرت رويل باب ولي الله ولا حضرت استاذنا حضرت ولي الله ولا حضرت كل ولي وولية الله تعالى أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرتي سيد ميتة الروم جني وإلى حضرتي كندياس جني وإلى حضرتي عباس جني وإلى حضرتي ميمنة جني وإلى حضرتي جلال الدين جني وإلى حضرتي بركن جني وإلى حضرتي مالك جني وإلى حضرتي كل مؤمن الجني وإلى حضرتي كل ملائكة المقربين جبريل ميكائيل إسرافيل أزرافيل منكر نكيل رقيب عتيد مالك الوان عليه الصلاة والسلام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرتي بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد جزء
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته कौन भी बाकी नहीं रहना सब भी मजलिस का हो और मोबाइल साइलेंट करो कभी भी मजलिस के बीच में उठ को नहीं जाओ मजलिस का मजा आने का तुम्हें काम करना मजलिस जोर से पढ़ना मजलिस बहुत मजा आता है जिक्र जिक्र है ना सब भी जोर से पढ़ना शर्म करने का जरूरत नहीं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत करे करे इंशाल्लाह ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಉರ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರು ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ವಿಕ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆ ಅದು ಟೇಬಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಸಕ್ಕೆ ದೋ ಟೈಮ್ ಬೋಲ್ಸಕ್ಕೆ ದಿಲ್ ಮೇಲೆ ದಿಲ್ ಮೇಲೆ ಮೂಮೆ ಮೇಲೆ ಸಾಥ್ ಮೇ ಬೋಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೋಲ್ತಾ ದಿಲ್ ಮೇಲೆ ಅಭಿ ಮೇ ಏಕ್ ಬಾತ್ ಬೋಲ ಲಾ ಇಲಾಹಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾ ಖಾಲಿ ಲಾ ಇಲಾಹಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾ ಬೋಲೆ ತೋ ಇಸ್ಕೆ ಕ್ಯಾ ಹೈ ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने का वक्त हमें दिल में याद रखना अल्लाह के सिवा कोई नहीं है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल इज्जत का रसूल वो दिल में आना है दिल में याद करना है मुंह में बोलना है दिल में याद करना है मुंह में बोलना है तुम्हें अकेला करने का वक्त कैसे करना है हमें अभी मैं करता है ये वक्त हमें जोर से पढ़ना है ये तो जमात ठीक है जमात जोर से पढ़ना है सर जिक्र कोई भी कोई शर्म करने का जरूरत नहीं और अल्लाह का वास्ता करना और जिक्र करने का वक्त मैं यहाँ क्या पढ़ता है तुम्हें पढ़ने का आता है तो जोर से पढ़ना सब भी और एक पढ़ने का ये अभी तुम्हें बैठे ना बैठे का दिल में नियत रखना है ये जिक्र में तुम्हारे क्या क्या है क्या क्या हाजत है मुराद है क्या क्या है सब भी ये नियत में ये जिक्र में नियत रखना इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत व सम अदु और बच्चे थोड़ा खामोश रहो बच्चे को थोड़ा देखो बड़े वालों इंशाल्लाह वो करना है और जलालिया जिक्र करने का वक्त बात नहीं करना जिक्र हमें इम्पोर्टेंट जिक्र जलाली एक छः सात आठ दस दस जिक्र है खाली बस बहुत कमी है बहुत जल्दी से जल्दी मैं रुकता हूँ इंशाल्लाह जिक्र करने का वक्त आंखें बंद करना अल्लाह को याद करना सिर्फ जिक्र करना बस सिर्फ और जोर से ये सोचना कि रब तबारक व तआला हमें देख रहे और हमें खुदा की बारगाह में बैठे हुए आंख बंद करो आंख बंद करने के बाद दिल और दिमाग दोनों खुदा की बारगाह में ये ज़हन पर आना है कि खुदा हमें देख रहा है अब हम खुदा के सामने बैठकर उसका जिक्र कर रहे हैं आए हैं खाली हाथ नहीं जाएंगे उसका जिक्र करेंगे उसके पास लेकर जाएंगे ये दिल में तमन्ना लेकर ये जिक्र करें इंशाल्लाह तबारक व तआला इस जिक्र की बरकत से हमारी परेशानियां हमारी मुसीबत जो कुछ भी है अल्लाह तबारक व तआला इस जिक्र की बरकत से हमारे दिलों को सुकून अता करे और सबको भी हर एक परेशानी से दूर कर मुरादी से अदिब राहिम मुरादी
La
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد إليه يميت ولا كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد إليه يميت ولا كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد إليه يميت ولا كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا غفر لنا وهم الذي قال منا يا ربنا غفر لنا وهم الذي قال منا يا ربنا غفر لنا وهم الذي قال منا يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام 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 يا كبير يا متين اغفر الظالمين يا كبير يا متين اغفر شر الظالمين يا كبير يا متين اغفر شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المذنبين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المذنبين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المذنبين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا كبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا كبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا كبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده
يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من يعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله رب من الخطايا بشيرا بالصلاة طاب النبي وارفعا شيخنا ولي الرضيا صلوات الكريم شهرا وأولى ألف ألف على رسول المهلا لست أن سله بابا ما دمت هيا إذ بنوا بالنبى مكانا قاسيا ألف ألف من الرسول المهلا فتلوا آية البداع بخاروا قال فتلوا آية البداع بخاروا خفة بين سجد وبقيا صلوا وبذكره متسيه دوغه كلما اشتقت بكرة وشيا وأنا جليلها من علم شوقي كمناجاتي أبدغي زكريا واقتفى نورهم فأفوت ونادي في ظلام دجاني داه خفيا وهن العلم في الفراق وأفلي ربي بالقرب من لدنك بهيا يا خليل يا خليل يعني بعشقي أنا أولى بنار حب سليا أنا في ناظري وحبي وقلبي لست أدري أيهما الشجرتيا أنا شيخ الغرام من يقتدي أنا ميت الهوى ويوم أراهم ذلك اليوم أبعثوه هيا واستجيب سيدي دعائي لأني لم أكن بدعائي رب شقيا صلوات الكريم شهر وأولى ألف ألف على رسول المؤلى مرحبا مرحبا واغلا وسهلا ليبيد دنوي لا باب مولى صلوات الكريم شهر وأولى ألف ألف على رسول المؤلى بسط كف ذلة وافتقار شعب قلب تملا صلوات الكريم شهر وحولا ألف ألف إن لرسول مؤلا وإذا رجفنا كنت لليلا خوف ما يبترنا عن نبي الليلا صلوات الكريم شهر وحولا ألف ألف إن للرسول مؤلا وإذا ما الظلام جن عليهم وصلوا بالكلال منهم كلالا أفروا بطلب منهم فجوا لا كلا يخشي ابتهالا وأصابت على الغدور يميني وخرى شمالا فكأن الوجود
وجوه منهم قدور الزلاس وجتم بإشك زلالا فهو ساكرون وجها ومذكورون وجها ذو برجال جلالا صلوات الكريم شهر وأولى ألف ألف على رسول المؤلى وسكاكم نبيبهم على عشقي فغدوا نغمه سكار وميلا سكار وميلا صلوات الكريم شهر وهولا ألف ألف على رسول المؤلى عليهم يا له حبي الله والعلا صلوات الكريم شهر وأولى ألف ألف على الرسول المعلى ولهم موجهم تميل على ما فايات تدبل غير كل صلوات الكريم وقلوب تكلبت بالجليل مقبلات إليه ممن تولى صلوات الكريم شهر وأولى ألف ألف من رسول مولى ألسنتهم تقول أستغفر الله كل غالي لك من مصيب الله है उसको भी याद करना, क्या क्या बीमारी है उसको भी याद करना, सब भी याद करको आंखें में पानी आना, वही है जिक्र का पावर। अल्लाह को याद करको, इश्क में बोलो, क्या भी बात नहीं करना, सिर्फ अल्लाह को याद करना। इतना दिन में हमें जी रहा है, इतना दिन में हमें जी रहा है, बहुत दिन हमें तो बहुत टाइम इसलिए ऐसे वेस्ट, तुम्बा टाइम ना वेस्ट मे ಎಷ್ಟೋ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಾಹುವಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಲ್ಲುವಂತದ್ದು ನಿಯತ್ತಲ್ಲಿ ಸಬ್ಬಿ ಬೋಲ್ಲ ಬೋಲು ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ ಅವ್ರ ಬಿಜೋರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಬಿಜೋರ್ಸ್ ರುಕೋ 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 لا اله الا الله بولا لا اله الا الله 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 بولا لا اله الا الله لا
ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ലാ 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 ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ജോർ സ്റ്റാർട്ട് കരോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ 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 ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ജോസേ